السؤال الاخير مرتبط مباشره بالنقطه اللي قالها دكتور محمد كمال الاستاذ عزت ابراهيم، وهي وصف لما سبق لقراءه ما سياتي. وانا هتحدث عن الثمان او تسع سنوات الاخيره فقط، مش هتحدث عن تاريخ العلاقات المصريه الامريكيه، لا، العلاقات المصريه الامريكيه تحت يعني رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على المستوى الدبلوماسي السياسي او الاقتصادي او الاستراتيجي او العسكري، سواء علاقات الثنائيه او تاثير العلاقات دي على اداء مصر في اطارها الاقليمي او الدولي. وبصراحه شديده جدا، هل نتحدث عن علاقه التحاق بالسياسه الامريكيه، اما نتحدث عن علاقه استقلال عن توجهات امريكيه قد تكون معاديه للمصالح المصريه او يعني مناقضه ليها على الاقل؟ ايه شكل العلاقات؟ يعني احنا ملاحظين ان مصر علاقات في العالم كله، لكن العلاقات دي عشان نوصفها بصراحه وبدون يعني اي نوع من انواع المحاباه، توصفها بايه؟ انا عايز ارجع حضرتك لكلمه الرئيس باراك اوباما في 2011 لما اتكلم عن مصر ليست عدو او صديق بعد ما جرى في مصر، وكان بيتكلم على مساله انه لا توجد بوصله واضحه للعلاقات بين مصر والولايات المتحده. انا شايف انه التاسيس الجديد للعلاقات هو الحوار الاستراتيجي اللي حصل في نوفمبر 2021، لانه حط اساس واضح اعتقد الاداره الامريكيه شغاله عليه بشكل كبير، وبيلعب دور مهم جدا. هو يمكن مساله انه الخبرات المتاحة قدام في تطوير العلاقات، بحيث أنه عندنا رئيس أمريكي يمتلك رصيد كبير في السياسة الخارجية، وزير خارجية يمتلك علاقات قوية مع مصر، عندنا فرص أيضا كلموا دلوقتي طول الوقت عن أنه الرئيس بايدن مرشح لدورة ثانية، بالتالي من الممكن استكمال هذا التوجه. إحنا كان في انتقادات كتيره في الولايات المتحده لمساله انه ما فيش بوصله للعلاقات يمكن بعد الحرب البارده على طول. كان في تصورات امريكيه عن فكره منح فرص للاسلاميين في حكم مصر او في انه مشاركه في السلطه وكده، وكل هذه الاختبارات سقطت. بالتالي اصبح الان التعامل مع حكومه في مصر هو بيفرضوا الامر الواقع، انها مساله انه لابد من بناء علاقه ناضجه، علاقه استراتيجيه على اسس جديده. انا اعتقد انه زي ما قلت الحوار الاستراتيجي بيضع هذه الاسس. تطور العلاقات، تطور الحوار الاستراتيجي من مرحله الى اخرى، اعتقد انه بيؤدي الى انه مصر وامريكا بيحطوا اساس جديد لهذه العلاقه. لو تسمحي بس هقول جمله اخيره. شعر انك انت عايز تقول وصف العلاقه الثمان سنوات. يعني هيستمر انه في قضايا فيها توافق، وهيستمر قضايا فيها خلاف. توافق ارادي. توافق بين البلدين، لانه افندم ارادي ارادي من جهه إرادي. كل دوله على حده. بالتاكيد مصالح بشكل واضح وصريح. مصالح مشتركه. يعني مش حد قال لحد اعمل، لا خالص. انتوا الاثنين عندكم مصالح في الاستقرار في المنطقه، عندكم مصالح في حل الاوضاع والمشكله في ليبيا، ضد الارهاب، ففي توافق في المصالح في عدد من القضايا. هيبقى في خلاف في عدد من القضايا، كان هيا خلاف والمستقبل ده طبيعي، لانه زي ما بيقولوا كده الرؤيه من واشنطن تختلف عن الرؤيه صحيح. من القاهره. وهيبقى في قضايا تستطيع ان تصل فيها الى حل وسط، ودي طبيعه العلاقات وطبيعه الدبلوماسيه. لكن الشيء الجديد الحقيقه، وده يعني جدير بالاهتمام، انه العلاقات بدات تخش في افاق جديده. يعني القضايا التقليديه ما تزال موجوده، عمليه السلام والتهدئه في غزه، لكن لاول مره، ويمكن البيان اللي طلع عن وزاره الخارجيه الامريكيه منذ عده ايام مع زياره بلينكن للقاهره، بيتكلم عن التعاون في قضايا المناخ. ده موضوع جديد تماما، وبيتيح لمصر مساحه كبيره صحيح. على المستوى الثنائي مع الولايات المتحده، وعلى المستوى الدولي والمستوى الافريقي الى اخره. التعاون في مجال الطاقه والطاقه المتجدده، التعاون في مجال التكنولوجيا، التعاون في منطقه شرق المتوسط. فدي الحقيقه يعني افاق جديده وافاق مهمه جدا، يعني اعتقد من المهم البناء عليها في المستقبل.
أنا الحقيقة يعني الوقت للأسف خلص بسرعة، فأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. الصديق الأستاذ كاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير أهرام الويكلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. صديق أيضا دكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بشكر حضرتك شكرا فندم. مشاهدينا الكرام، يعني حاولنا نفهم مع بعض الحكاية إيه في 100 سنة، وواضح إنها شكلها ما كانش يعني وحش ولا فيها التبعية اللي البعض بيتكلم عنها، فيها المصالح، والمصالح يعني زي ما بيقولوا يعني بتتصالح، بتخلي الناس تتصالح، وإذا اتفقت، إذا اختلفت. الأساتذة وصفوا حال العلاقات المصرية الأمريكية طوال 100 سنة وحتى اليوم، وعلى فكرة هي ما اتغيرتش في المنهجية مش في المحتوى، يعني غير قضية الأخرى، لكن اللي بيحكمها زي ما قال دكتور محمد كمال منذ البداية هو مصالح الدول. حاولنا نفهم مع بعض وإن شاء الله يعني نفهم كثير عن هذا الموضوع، ونخرج فاصل قصير ونرجع إلى فقرتنا الأخيرة.